نقطة ثمينة يحققها الرائد في هذه الأمسية بعد تعادله أمام الهلال الذي تقدم أولا في مجريات هذه المباراة عن طريق اللاعب حمد اليان. واليوم ضد الرائد كل المباريات اللي لعبها الهلال كلها في الشوط الأول يطلع بدون أهداف، ما يستقبل أي هدف، لكن في الشوط الثاني يستقبل كل الأهداف العشر